وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا بيك، يا اهلا بيك، بالتوفيق دائما. ربنا معايا يخليك. الحاج صبحي اسماعيل، هو سامعني دلوقتي، عزبة الوكيل في دمنهور، هم دي ارض اوقاف وما ايوه كانوش فعلا، بيقول ان الجمعية ما كانتش بتديهم برنامج المكافحة، كانت بترفض وكانوا بيشتروا التقاوي والمستلزمات كلها على حسابهم، وبالتالي في النهاية ما خدوش دعم القطن. يا موقفهم استاذ ايه سامي، دلوقتي؟ في مذكرة تم رفعها؟ يا استاذ سامي، يا ايوه استاذ فندم. سامي، اول القرار الجمهور، اول قرار رئيس الجمهوريه ما طلع قال لك يصرف 1400 جنيه ايوه لكل فدان قطن وفقا لنموذج 4 زراعه وحسب الكسوف المدرجه بتكاليف المقاومه في البنك. ايوه الناس دي زرعت لوحدها من بره، ولا عمر الجمعيه رفضت، ولا عمر واحد جالي الجمعيه عشان ياخد حاجه الا وديله، ايوه هم زرعوا مع نفسهم ده من اللي بره. انا قلت عليه، لان كده كده الجمعيه بتاخد يعني لان انا تكلفه. عندي مساحه مبلغه وبتعامل عليها، ايوه ودي فعلا طلع لها الدعم بالكامل وصرفت 99% منه لحد دلوقتي. ايوه فندم. هدول التانيين اللي هم خارج، احنا عاملين بهم مذكره ساعه ما يخلص الدعم، صرف الدعم على مستوى الجمهوريه، وهيتفضل من المبلغ الرئيسي حاجه تكفي، هندوهم، ما فيش ما ابي الله ولا حسابي. اي يعني المذكره مرفوعه، ولكن احنا في انتظار قرار من الحكومه بصرف هذا الدعم وتوفيره. اي ايضا بالظبط طيب، بالظبط النقطه الثانيه ان هم الصرف المغطى، انا عارف حضرتك بتتابع مع السيد وكيل وزاره الري، ودي خدمه بتقدمها لنا وبتقدمها للمزارع. الصرف المغطى كان اتعمل في الارض عندهم، والمفروض ان في تعويضات للمزارعين بياخدوها على المساحات اللي بيقام فيها بالظبط الصرف، بالظبط. ما صرفهاش من عام. لا يجيني وانا متصل برئيس الوزراء مركزي للصرف، ايوه واي حاجه عنده انا ملزم طب بيها. ممكن يجي لحضرتك بكره ان شاء الله؟ لا انا بكره في القاهره، يجيني بعد بكره. بعد بكره يا حاج صبحي. نعم يا باشمهندس. المهندس زكريا عفيفي منتظرك بعد بكره بخصوص موضوع الصرف، وبالنسبه لمذكره دعم القطن احنا في انتظار قرار من الحكومه بصرف الدعم وتوفير هذا الدعم. هتقدر تروح له؟ بكره ان شاء الله. بعد بكره. بعد بكره ايوه بعد بكره.